ازيكم الغزالات؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله تكونوا بخير وعندكم بصحة جيده. وهم اخواتي الكريمات اختكم راه لبسات، رانا البنات لبست وساليت. غادي ندير اختي واحد الكريمه. هذه اختي ديال الشمش. يا اختي ما تخطعليش حتى هي ماما تما. المهم البنات ايوا قلت قدامكم عاوتاني الفيديو من الدار. يا اختي ما نبقاش ندير لكم غير من الطوموبيل. ها حنايا البنات غادي نمشيو دابا. ماما فين غنمشيو؟ سميت هذيك البلاصه ولاد علال. غادي نمشيو لولاد علال البنات. كراج علال كراج علال. انا ما عرفت ولاد علال ولا ماما كتخربق عليا شادين فيا عارفين اللي كندير الفيديو. المهم البنات انتوما كتشوفوا انا درت هذا ديالي، درت اختي الفناره. عرفتوا البنات كون كنتو تشوفوا شحال ديال القميجات جبتي لنا؟ شي سبعه القميجات جبتهم، ما نعاودش لك سبعه القميجات اللي جبت البنات وباقي ما ديتهمش الخياط القصلي منهم. والله القسم البنات اش غادي نقول لكم، راه شتي اللي مقسم منين جيتو انايا كندور من بلاصه لبلاصه كتراضي كاع جميع الناس، وتا شي بلاصه ما جلست فيها باش نجلس ونصايب عاد دوك القميص وداك الشيء. خصني حتى نهبط للسلا ونمشي نقص منهم، ما عندي ما ندير. وليت كنلبس غير تريكوات حيتاش ما كاينش الوقت. مهم الغزالات ديالي غادي نكمل معكم الفيديو، نوريكم اختي داكشي ديال كازا. يا اختي كازا كنموت عليها يا اختي. مهم الغزالات ديالي دابا غادي نمشيو ان شاء الله، نشدو الطريق ونمشيو يا اختي. ايوا يا لالا ويا بنت سيدي ويا اختي. اش غنقول لكم؟ شكرا لكم على تتبعكم، شكرا على الكلام الجميل، شكرا على كل شيء خواتاتي. دابا غادي نمشي خواتاتي، غادي نشد الطريق نمشي ولاد علال ولا ما عرفتش شنو هو هذاك. غادي ندير لكم دويره ولا شريت شي حاجه غادي نوريها لكم. وكيف ما قلت لكم اللي بغات تقدا، اللي بغات تشري، اللي بغات تاخذ داكشي باثمنه جميله، كازا ام الدنيا كما خلاوها مصر ام الدنيا. كازا ام الدنيا حماق على كازا اختي، فيها الشرويط وانا زيد انتما البنات. انا راني في الكراج علال اختي، جينا نضربوا الهنديه. شو البنات الهنديه الوحده 50 سنتي، 5 دراهم الهنديه ها هما كياكلوا الهندي. البيده تكون زوينه. بسم الله زيدني ها هو عندي الصرف. ها انتما البنات شوفوا الهنديه بنات. سيدي امي زيدي. ها انتما انتما اختي قال لك الهندي والموس من عندي. هانتوما 460 البنات، جوج اورو 60 ريال، 460 ريال، جوج اورو 60 البنات. هادو حنا عندنا ب 50 درهم في الناظور. شوف هما هادو تي حنا راه كيشنشطونا في الناظور مع ما بقاتش مليليه. كيجيو حوايج كازا كيضربو فيهم تريبل 3 4 د المرات. شحال اخويا؟ 1000 ريال 50 درهم. ها انتم البنات شوف 50 درهم كراج علال. ها 1000 درهم لبسه هكا. ها انتم البنات شوفوا لبسات الشلوح هنا في ولاد علال دايره 1000 درهم هكا. شتو البنات شحال زوينين السبنيات فنين ما شاء الله. 100 درهم نتاع القطن هادو ولا قطن؟ شوفوا 100 درهم زوينين هالشكيلات. كاين في السومو، كاين في الكري، كاين هادوك المطروزين شفتوا هنايا، كاين هادو شوفوا ها 120 درهم 12 اورو البنات. زوينين عبايات خوا اكس ال ال ام زوين الطيطه. شوف دايرين شو كي دايرين غادي نطوال باردين على حساب. شوف شوفوا هادو ملي كنت كنشوف في التيك توك حمقوني البنات. هادو دايرين 80 درهم شفتوا 80 درهم زوينين وفيهم لي طاي كبار حتى امي راه غتاخذ. ها انتما شوف شوفوا اللوينات، شوفوا ها الصفر ها الكحل ها الاحمر. وباغا ناخذ من هاد البيجامات ووك ووك عباد الله. هاد الشيء اختي زوين 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 زوين. ها انتما هادي الدره ديالهم الدره ها شفتوا
شوفوا البنات في واحد البنه زوينه. ما عندي قراب صحه والراحه يا ربي. انت ما خصيش شي. انا شفت بزاف اللي كيهضر على الصابونه ديال النيله وجيت لقيت واحد كيبيعها غنوريكم. ها انتما شوفوا كاينه هذه وكاينه هذه. قال لك ما كاينش الفرق ما بين هذه وهذه، غير الشركه هي كتختلف على بعضياتها. وكاين هذا الصابون تاع الحماره حتى هو اللي حتى هو قال لك زوين، صابون حليب. هذا دابا اش كيدير؟ هذا بالاعشاب مغذي ومرطب للبشره. ها انتما البنات شفتوا. غزالة ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، انا اختي جيت قال لك خويا جي ناكلوا البوج. شكون اللي كيعرف ياكلوا البنات ولا هذاك العود ديال السنان؟ انا محترفه. حنا كناكلوا البوج بزاف البنات في الريف، عرفتوا البنات كيشنشط ولكن عنده واعر البنات وبنين بزاف. كنقول بابا جيت تاكل الغي، يقول لي واش كتحيدي لي داك التحت؟ انا كناكلو كامل كيعجبني. الغزالات ديالي هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله الخير، البنات الخير في البلاد. والله العظيم الغزالات ديالي حنا محرومين في ديك اوروبا، يعني نفعنا شويه شويه غير ديك اكسيون صافي. من الصراحه البلاد بلاد تبارك الله فيها كل شيء ما شاء الله، زعما اي حاجه البنات قلبتو عليها كتلقاوها وكتلقاو فيها الخير وكتلقاو فيها الاشكال والنواع. تحيري شنو تختاري ما شاء الله. هنايا هادشي ديال الفاكهه والشريحه من هنا شريت بابا شي تخربيق عطريه تاع الجلال بالشيلان. شفتو شوفوا اللوينات شحال هادو خويا؟ هادو 150 150 درهم. هادو من هنا ل 180 درهم. هادو 180 درهم. شو البنات ها انتما اختي ها انتما اختي ها الجلابه بالشال يا اختي. الله يخلي لنا بلادنا اختي الرخاء والرزق والتيسير. كلشي زين كلشي زين، خصها الفينكا ديال الرخاء. وشتو شحال ديال الاثمنه زوينه، كلشي زين وكلشي موجود. راه حنا اللي محرومين والله زعما الصراحه حنا اللي محرومين، وكنشريو حاجه بالغلا وكنشريوها الدق بالنيف. اما المغرب عندكم اختي كلشي خير، عندكم الخير الصراحه ما كذبوش على الله ويلي. انا راه تلفت هنا، راه تلفت بقيت باقيه. شوفوا البنات الموزون ما شاء الله، شوفوا الخير البنات. هنا جينا نديرو بوز لان عيينا، عرفتوا البنات شحال تمشينا ناري هذاك كراج علال شحال كبير. غنعاودش لكم البنات، كنبغي نقول لكم كراج علال، كنقول لكم مره ولاد علال، مره كتلف لي سميتو ما مركزاش. هانتوما البنات خدينا جي دوغونج طبيعي عصير ليمون، وخدينا البنات هاد بريوات هادو ديال الحوت حارين زوينين وفيهم الكروفيت لداخل والله العظيم. المهم الغزالات صافي قصينا ارتاحينا واحد شوية، مي عيات رجليها كيضروها البنات، درنا واحد البوز كملنا شوية البنات الدوران. وعاد البنات غادي نزيدو بحالة نضطر ونشارك معكم مشتريات الغزالات ديالي. وهنا جيتكم وجيتكم بالجديد يا اخواتي. المهم البنات جيت دخلت الدوش، عرفتو شوية تسوع حنايا خارجين، مشينا لواحد البلاصة تلفات لي سميتها، ومشينا هذيك البلاصة اللي قلت لكم. المهم درب غلف درب غلف درب غلف قلت لكم، اما انا عارف انا قوة السميات، انا اختي ما مولفة بهذه السميات العجيبة الغريبة. المهم البنات اول حاجة خديت البنات هي هذه، ها انتم انا كنحاول زعما ندرق باش ما تسخطوش عليا. ها انتم شوفوا البنات شوفوا ليديدات، ها انتم شوفوا هنا كتجي كتحمق البنات. انا رانا مهبطاها كتجي زوينه البنات، وفيها العقيق من التحت فيها. انا دابا غير تعمدت نوريها لكم، انا ما نوريهاش لكم. كيف قلت لكم البنات داك الفراشه اللي كيفرشوا في الارض كيكون عندهم بزاف د الحوايج، كيكونوا ناقصين الثمن على المحلات. ولد خويا كيكونوا ناقصين الاثمنه على المحلات، لان مول المحل مسكين الله يكون ليه في العون كيزيد الفلوس ديال الكرا ديال. المهم راكم عارفين. المهم على اي نوريكم البنات هذه، هذا واحد الشال ديال الكوتشي زوين حمقني عجبني، الثمن ديالو مناسب. ها انتم كيف كتشوفوا، حتى نضربوا لكم مع شي لبسه هكذا عجبني الصراحه، خفيف في الصيف ومشتا غزال زوين. شوفوا البنات
شفتو كي داير. انا ما خديتش شي حاجه الصراحه، ما لقيتش اللي عجبني، ما لقيتش شي حاجه. الشروي طالع لي فراسي، انا قلت لكم كنت جايه على هادو حمقوني، وكنت جايه على واحد القميجات كنت كنشوفهم في التيك توك، والا خرجت راه مازال غادي يجي عندي راجلي وغنخرج انا وياه. بنت لي شي حاجه عاوتاني زوينه عجبتني غنشري، اما باش ديك نشري ونطوي نحشي في الماريو عرفتي، داري عامره شروال. والله كان عيان نرمي على البنات. المهم شريت ملابس داخليه لبناتي، خديتها البنات هاد البيجامه غزاله فنه فنه البنات. هذه نقول لكم الثمن ديالها، هذه خديتها البنات ب سميتو ب 50 درهم. شوفوا كلها هنايا، شوفوا كي دايره الشبيكه، ومن هنا البنات الشبيكه، ومن هنا البنات شوفوا الشبيكه، وعاوتاني جات لتحت هذه غير تحت الركبه الشبيكه هكذا في الدار فنه. شفتوا البنات شحال زوينه، ها نتوما هكذا البنات. وخديت الرجالات ديالي، خديت هاد القميجات هادو اللي حمقوني، راه فيهم حتى ل 3 اكس ال، فيهم لي طاي لي كون طاي، وفيهم الطايات لي نورمال. البنات شوفوا هادو هما القميجات اللي كيبانوا لكم حتى نتوما في التيك توك. شوفوا البنات قميجات فنيين هابطين حتى لتحت، كاع المتحجبات اللي دايرين الدره ضاربينها، كاع اللي دايرين الفولار ضاربينها، يعني هادي هي كتجي طايحه حتى لهنا. كاينين باردين، انا كنت غادي ناخذ جوج شويه، قلت لا اسماء ما تزربيش، باقا غادي ندور في بلاصه اخرى، تقدر تعجبني حاجه اخرى، يقدر يكون خرج شي موديل جديد، ما نشريش من حاجه نشري منها جوج. هادو غير فيهم الوان، فيهم شي خمسه حتى سته ديال الزواقات، زوينين توب بارد البنات كيحمق البنات. وصافي وخديت هادوك السويكات، واحد السويكات خديتهم للبنات. صافي الغزالات ديالي خداو حتى هما كيف ما قلت لكم بيجامات واحد اللعيبات. المهم انا وريتكم داكشي اللي خديت، حتى تردوا عليا في لي كومونتير البنات، قولوا لي هادو الا باغيينهم، هادو الا باغيينهم. والله القسم البنات الا عرفتو الثوب ديالهم واعر بزاف خطير. وهادو كيف ما قلت لكم، هادو انا في داري بالهايتسون السخونيه في داري ما كنلبسش انا نهائيا الحوايج الصوف، غير حوايج هكذا خفاف في الدار باردين. المهم الغزالات نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال استحسانكم، يكون عند حسن ظنكم، يكون الفيديو زوين خفيف ظريف على قلوبكم. انا عارفاكم راكم تنتوما مشغولين، كاين اللي مسافر، كاين اللي ماشي في التليفون، المشاهده راه ميته طايحه، ولكن ماشي مشكل حتى تسالي. وكاين اللي راجع، كاين اللي كيتقدا، كاين اللي مسافر، كاين فهمتوا الغزالات ديالي. هذا الشيء غادي يبقى، تفرجتوا فيه دابا ماشي مشكل، تفرجتوا فيه من بعد الله كبير. المهم الغزالات قلنا غنتبعوا الكذاب حتى لباب الدار. هاد الصابونه ديال النيله هذا شريتها على واحد العشاب كيبيعها، كيف ما شفتوا شفتوا منها بزاف ديال 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 لي مارك، ولكن قال لي هما راه نفسهم، غير كل شركه دايره لومبالاج ديالها. فهمتوا البنات، ها هي مكتوبه عليها هنا بيو ديال النيله الزرقاء البنات، ها هي اختي البنات، ها هي. عرفتوا شنو كدير ليا؟ عرفتوا شنو كدير لي البنات؟ والله تدور لك الكاميرا، انا كنهضر وهي كتهرني في رجليا. راه كيسولوني عليك، راه كيسولوني عليك المتابعين، كيقولوا لي واش عندك شي اختك؟ كنقول لهم اختي راه عندي، غير ما كتبغيش تبان حشمانه. راه اختي عندها 16 عام تقريبا قد بنتي، مفاوته هي وبنتي بست شهور. راه الا جات قربت عندي البنات والله تنقلب لكم الكاميرا. وسرت ها هي البنات، انا جبتها ها هي، هي هادي البنات. شفتوا هادي مازال نزيد منها، قلت غادي نتبعها وغادي نديرها هاد الايامات اللي انا هنا جات معايا، غادي نمشي غادي نكيل منها الصراحه، ناخذ منها نشوف نجرب نشوف هاد الهضره هادي. كل صباح صابحين يغسلوا كمامرهم بها، غنشوف انا اختي يغسل بها هاد الكماره هادي اللي كتشوفوا، وغادي نشوف. وخديت حاشاكم حشيت نقولها لكم اعزكم الله، الصابونه ديال الحليب الحماره. ايوا ثلاث ايام ولينا حتى الحمار مكبرين ليها الشان، ولينا نغسلوا بها وجهنا البنات. راه عرفتوا والله زعما هاد المغاربه خلاو الحليب ديال العالم كامل وديال الحيوانات ديال البطه، نقولوا حنايا ديال ما واخا عارفين، المهم ديال شي حيوان، دايرين الحماره. ها انتم اختي الصابونه ديالها هكا بيضه حتى هي، كيشكروها يا اختي يا اختي. هذاك التيك توك قلبوا لنا به الراس، وما كنتش كنلقى الجهد حيتاش ما كايناش انا في المغرب. ايوا قلت دابا غادي نجرب، غنجرب وغادي نزيد منهم، غنزيد منهم. زعما كانوا مزيانين راه مزيانين، ما كانوش مزيانين راه صافي هادشي اللي عطى الله. المهم البنات هما هادو. المهم خواتاتي هادشي اللي خديت حاليا،
رانا هنايا وبانت لي شي حاجه زوينه يعني سبيسيال. انا كناخذ الحاجه لي سبيسيال اللي ما كايناش، وانا كنحماق نشري شي حاجه لداري. انا كنبغي نمشي لداري نبدلها، نبغي نبدل فيها شي حاجه مثلا طليمطات، نبدل فيها شي حاجه ما داك التخربيق قوت الشرويط بزاف عندي ما ندير به، نزيد كويسات بريردات شي حاجه زوينه. جيو عندك هكا الناس تحطيهم حدا الناس شي حاجه متوله مقاده، فهمتوا الغزاله ديالي؟ خليكم ان شاء الله حتى الفيديو جديد، وباي باي عليكم.